جود مورنينج. جود مورنينج. ينعاد عليكي. وعليكي يا رب وعلى الجميع، وان شاء الله ما نشوف غير السلام والسلام والسلام. وكلنا اول سنه بحس انه الاعياد كثير جمعتنا لحتى نورجي ونبرهن العالم انه كلنا واحد، والانسان انسان، والانسان انسان. وفعلا بتحس انه كل العالم السنه رمضان كانت عم بتحسه بمر وبحلاوته، فهيك لازم يكون، ونكون ايد بايد، وما في غير فينا ندعي غير هالشيء. ما عندنا غير السلام، ما عندنا غير السلام ندعي 100%. خلصت هيك اول شيء. بعدين شيف شادي، ما بمون انا اخذ دقيقه من وقتك، بمون خديني كلني خدي كل فقراته كل فقره بس خدا. بوخ على الحالتين، فيك ما تطلع على الهواء بس تكون عم تطبخ تناكل بعدين. وبالنسبه للصداقه، وبالنسبه للصداقه اجدام بالنسبه للصداقه، موسي جتادو بكو 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 هالقد الصداقه اهم شيء. ربنا بيخلقنا مثلا بالعائله وبيخلق اخوات واخوات، بس الصديق بيبقى كمان لاخر العمر. فنقوا اصدقائكم، مش ضروري يكونوا كتار، المهم يكونوا هن المضبوطين، يعني مش عرفوا نقوا مش العدد، مش كانتيتي، بس لكاليتي. وسنعود الان فاشن كويز. فاشن كويز رح اسال اذا عندكم قلم ورقه، جربوا انتم كمان حطوا علامه على اللي بدي احكي لتعرفوا حالكم اي فئه انتم بالفاشن كويز. رح نعرف نجرب نكتشف شخصيتكم. وانا دائما بسال هالاسئله، عندي فاشن كويز كبير بس هلا نحن اخذينه على صغير لحتى اقدر اتوجه وشوف اي ستايل انتم لازم يعني تلبسوا لحتى يشبه شخصيتكم. Alright. سنبدا الان مع اول صوره، ومين رح يكون الضحيه؟ حتكون رولا سيموا. اوكي الصوره اي اوفر اول، اوكي بيكون هو المين ستايل تبعي، يعني بنشوف انه تي شيرت جينز سنيكرز اول صوره اللي شايفينها. تاني صوره عندك الشورت المهضوم يلي بيلبس كيوتي شورت شورتس، يعني بسمون كيوتي شورت شورتس، هولي بنشوف انه الالوان كتير قويه، وبنشوف انه في عنا اكسسوارز كتيره. الصورة الثالثة يلي بتكون سوبر فانسي جيرل، بتشوفيها لبسة واو كتير على الموضة، عرفتي؟ يعني كمان مش زايحة عن السطر. واخر صورة الجوث، عرفتيهم الايمو دارك داون لابسين اسود وبيلبسوا وشعرهم اسود، عرفتي الميك اب القوي، هيدا ستايل معروف. اي واحد انت يا انستي من الاربعة؟ انا انت ايه يا ريت تقرري الصوره؟ وين الصوره؟ الصوره وين؟ الصوره انا الدرس الابيض واللي مع يعني اللي تحت اي مع شورت، هذا شورت ولا ايه يعني هو كايند اوف شورت تحت عم تحكي إريز. مع التوب الاحمر؟ يب اوكي هذا هو. يعني انت بي ام بي. رح نرجع نشوف تاني فوج من من الصور، اي وحده انت منهم؟ مثل ما انك شايفه شعر المرفوع، شعر مع الغره، الكيرلي، اي وحده من الثلاثه؟ فيهم يكونوا الثلاثه بس انه اي وحده يعني كيرل بونيتيل سمبل هير نازل شعراتك او هيك مرفوع بطريقه مثل ما شايفين هلا هن او البلاك ايموكات يعني اللي كثير لا مش فرنجي. معقول يكونوا هيك مرفوعين؟ بلا ذاتس مي ذاتس يو. اوكي يعني اوكي رح نشوف ثالث بانش ثالث هلا بدنا نشوف الاكسسوارز. شايفه كل هالصور؟ اوكي تلبسي انت ساعه، بتلبسي بريسلتس ليل صغار، بتلبسي كل شيء سوا مثل ما انا شايفينه سوا هيك، او بتلبسي بانجلز يعني لوحدهم، اساور لوحدها، اي وحده فيك تلبسي ساعه لوحدها، فيك تلبسي اساور خفيفه صغيره، فيك تلبسي كل شيء مع سوا. لا مش كل شيء مع سوا، في يكون الساعه وفيها تكون براسليت مهضومه الكيوت براسليت. قرري قرري. طيب خلينا ناخذ الكيوت براسليت انت بتفضلي. طيب اوكي تريبيان رح ننتقل ل
الميك اب هلا. اوكي. اي ميك اب ماشي او بس بتحطي جلوس على تمك عادي مع عرفتي شوية بلاش، او بتحطي كتير ميك اب على عيونك من فوق، او بتحطي فول ميك اب مع اي شادو كتير. اتس بي مالتي كولر، لكن انت ليب جلوس مش هيك؟ انت بتحبي تحطي مثل ما انا شايفه بالصوره خفيف لايك خفيف. اوكي مش لا ولا شيء. ايه هيك لانه حلو واحد شوي يعني تانينج خفيف او صح. بلاش حمراء وحتى اللي انا بنادي فيه على الطحن صار لي 20 زليار سنه. قلت لك على السهره الميك اب والخبيط تبع العيون. طيب رح ننتقل على الخزانه لنشوف شو بيدخل بالخزانه تنعرف تقريبا انت شو تيبك اكثر شيء عندك. شو ما كان عرفتي اللي بتفتحي خزانته هيك بتلاقي انه شو ما كان يا رب تجي في عينه، يعني بحط ايدي هيك وبسحب شيء. ان شاء الله يسائب، ان شاء الله مش فرقانه. هيدا في عندك نوع من الناس هيك. عندك تاني نوع اللي بتفتحي خزانه بتلاقي كل شيء فيه الوان بالجمهوريه من باستيل، يعني بتحسي انه الخزانه فرحه عم تحكي عم تحكي. تفتحي بعض الخزاين شو بتشوفي رولا؟ كله برق. لا يا بدك عيني شمس شو مش انا. او بتفتحي الخزانه بتلاقي كله يا اسود رمادي شاركول اسود رمادي. كمان مش انا مش انا. اي وحده انت؟ دوزيام. كمان انت لكينا بفتح خزانتك بلاقي فيها اكيد كل أكيد. الالوان وباستيل دفنت لي كل الالوان. اوكي رح ننتقل للسؤال اللي بيلحقه. السؤال اللي بيلحقه شو هن اكثر قطع انت بتحبيها؟ انتبه شو رح اقول لك. تي شيرتس، يعني كيف ما رحت كيف ما جيت بلاقي عندك تي شيرتس، او توبس. توب مش ضروري يكون تي شيرت، عم تعرف انه فيك يكون شورت توبس، يكون شيرت وتنانير. يعني مثلا اكثر شيء موجود عندك توب مع تنانير، او بس تي شيرت، او بس فساتين اللي كيوتي ستيل جاكي اوناسس عرفتيهم اللي عقد الجسم وتقريبا دريس يعني فور كوكتيلز، او بلاقي كل شيء اسود. نو واي كمان ذا سكند. كمان ذا سكند كيوت توب، يعني كيوت توبس مع يمكن تنانير. ساليني انا اللي بعرف. يو كان تيل يس. اوكي اما بالنسبه للشوز رح ننتقل للشوز. شو بلاقي عندك؟ رانينج شوز، بلاقي كل شيء فلات بلا كعب ساندلز، او بلاقي الويدجز عرفتيهم مع البلاتفورم وسكربينات كعب عالي، او بلاقي تاني شوز. يا ويلي لا بس بتلاقي من كل شيء اذا بدك فيك عادي تتنقي غير التاني. عم يطلع التاني ما بعرف ليه، يعني انه قصدي ما بعرف ليه عم فيك تعملي لي ميكسينج. انا ما عندي مشكله. كود بي البلاتفورم ان هاي هيلز. نعم والفلاتس والساندلز. فيك تحطين تو كويست تو انسر، يعني مش دائما بس لانه في انا اعرف تقريبا شو. اوكي اوكي بي سي فاذا بي سي. اوكي طيب بالنسبه لك رح نجي على اهم موضوع هو الجينز. اوكي شو هو اللي برايك اهم جينز بقدر الاقيه عندك بالخزانه؟ الكلاسيكال وانز اللي هو جينز اكيد. لا سكيني يلي بيجي على قد الجسم. الجينز المخزقه اللي هلا شي اكيد باكي جينز اتكد بي. ايه لتكلي عيطه. لا بس انه اتكد انه قبل كنت ايه هلا هالسنه غيرتي ما في اصلا مش دارج. ميرسي مش هيك لان طب بتنزلي بتنزلي على الارض. ايه طبعا انا قلب اصلا شوفينا فيه. شو رح ننقي من كل هالاسئله؟ الثالث واحد. ثالث سؤال. اوكي غيرت لك شفتي؟ ايه برافو برافو في تطور. رح ننتقل لتياب الشتاء. تياب الشتاء شو بقدر لاقي بخزانتها لرولا؟ بلاقي الاجز. بلاقي كثير في سكارس وعرفتي شاربات. بلاقي فروات. بلاقي اكثر شيء اشياء سوداء كفوف سود اشياء بغطي هيدا لازم تحس فيه. بحس هيدا السواد بحس فيه من حياتي. اوكي ات كود بي اجز ات كود بي كمان السكارفز يعني اي بي اي بي. اوكي اذا بدك الاي كمان مش غلط ما قلت اي
اي بي انه اذا بدك تنقبي الوحده بدل انك بي 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 صار معك بالبي صار معك بالبي. هلا انا اذا بدي اسال رولا شو بتلبس داي تو داي، انا بالصبح وقت بقوم وما فيش تي في، رولا شو ممكن تنقي دغري اول ما توعى؟ توب جينز مع شوز عاديين يعني عرفتي للمشي. بقدر اسال رولا اذا كل يوم الصبح وقت بتقومي داي تو داي وير شو بتلبسي؟ فستان كيوت مهضوم؟ كمان سؤالي لك. ثالث سؤال، الصبح اذا بتطلع اللبس كله برق وزهر لك هلا كيف انا برد ورعد وبرد وريح دنيا برا، تلبسي تي شيرت رانينج شورتس تاني شوز يعني كانك رايحه دغري على الجيم؟ لا تفضل اي بي. اي بي كمان يعني بلبس جينز توب عادي وشوز عادي او في يكون كيوت دريس لانه بنحب التغيير نحن ما ايه فينا. اوكي ننتقل على الضفير، شو هو لون النيل بولش اللي رح تنقي؟ هل بتنقي مشي؟ اكيد لا. هل بتنقي كل جمعه بتحب تغير انكلودينج الفرنش مانيكيور او منحط منطول ضفيرنا؟ اسم الله انت منك بحاجه لانه اذا بتقولي لي هلا هلا كان ركب المشكل منحط فيك نيلز اذا نحن اكيد لا، او بتحطي اللون الاسود ولا ممكن؟ هلا ممكن كلا وليس كلا وليس، لكن ننتقل لحرف البي. بي حرام على البي حرام على البي. اوكي هلا اتس ا بارتي، عندنا سهره، عندنا اخوات وجنون، شو رح تلبسي بهاي البارتي؟ يلا تي شيرت جينز عادي كول انت هيك ظاهره مع سنيكرز، او بتلبسي بارتي توب اند سكيرت؟ يعني شو البارتي توب يعني فيها تكون فيها شويه تطريز شويه برق مع سكيرت، او بتلبسي فستان واو كله بايات، او بتلبسي شي بتلبسي للنهار يعني رايحه على المدرسه رايحه تريننج يعني شو بتلبسي؟ انا عم بقول لك بارتي يعني يعني في يكون توب وتنوره، في يكون دريس كيوت مهضوم بس انه اكيد مش رح يعني هلا سام تايمز هلا كثير درج جينز اوكي وحلو تلبسي له التوب فانكي من فوق رجعنا يعني انت بعدك بالبي سي هيدا الفستان سباركل دريس بتلبسي وقتها لازم بس وقت بارتي اتس فانسي صح اوكي من اجوبتها لروليتي خلصوا كانت حلو ايه خلصوا حياتي انه ما فينا لو عطيني الساعه بعطيكي كل خلي شادي الكويز لا حبيبي شادي مش حاخذها اوكي رولا انت الاسئله اللي جاوبتيها انت كثير كيوت كثير بتحب الموضه بتحبي بتنقي ايمتى تلبسي وين اوكي والناس بتحسدك على شيء وليه رح يحسدوا على كثير قصص بس طبعا نحن عم نحكي عن الثياب بس انا احب اقول للي بيجاوبوا الاي على الكل على الكل اكيد يعني بس هو اللي بيكون اي كاتيجوري اي واحد يلي بيلبس ثلاث ارباع الوقت التي شيرت والجينز العادي سوري وما له جلاد ودائما نفس الشيء انت ما لك جلاده شخص ما بتعني له الموضه ما انه فاشنبل بفضل يكون مرتاح لا ما كثير ترتاحوا انه انا بلبس اللي بيريحني وبظهر عرفت كيف؟ بطلع البيجاما في اظهر فيها عادي هدول بيلبسوا نفس الشوز ان كان ثاني شوز او شيء بيظهروا فيهم كيف ما كان انتم الناس ما بتحبوا الفاشن بس هيدا الشيء كثير غلط لانه بتعودوا جسمكم وبتصيروا كل ما بتنصحوا او شيء بتصيروا مريحين حالكم يعني ما بتقعدوا تشوفوا ما بيقعدوا بيهتموا بحالهم يلي مثل رولا شفتوا يعني بيلحقوا الموضه بيلبسوا الاشياء بوقتها برافو ربحتي معنا هلا بتربحي معنا اللي عم بيعملها الطبخه كثير طيبه شيء ريحه رائعه اوكي فيلي بيحبوا يلحقوا الموضه بهالطريقه بس بنفس الوقت بعدهم سيمبل ومش كتير اخذين حالهم جديه يعني بطريقه جديه وكتير مرتاحين مع حالهم شخصيتهم مبينه على وجههم وما بيلحقوا الموضه اوكي بس لا يلحقوا بيلحقوا يلي حلو ويلي كمان بيشبه شخصيتهم اما بالنسبه يلي بحبوا كل شيء بيبرق وكل شيء على اخر طرز وما بيقدروا يزيحوا عن الخط عرفتي بيلبسوا الفساتين والسكربين بكل الاوقات كيف بينزلوا على السوق بس هذا السؤال كيف بيرتاحوا نفسيا كيف يعني نفسيا بس جسديا شو وضعهم صبيهم بس يرجعوا على البيت شو وضعهم مشان هيك مشان هيك بدكم تروقوا شوي بدنا نروق مضطرين مضطرين نروق
هيدول الاشياء اللي بنلبسها بنلبسها بمكانها. عندي كوكتيل، عندي عرس، عندي بارتي، بلبس هالبساطين حلو، بلبس هالكعاب، بس معلي ارتاحوا شوي، ارتاحوا يعني حرروا جسمكم. انتوا من جوا في عندكم مشكله، في مشكله نفسيه ان الواحد يقوم كل النهار معلي. الناس بتشوفكم على طبيعتكم وبدكم تكونوا عم بتريحوا يلي معكم. ابشع شيء الواحد يلبس قطع مش بمكانها. واخيرا يلي يشاوب كل شيء اسود ودارك حياته سوداء، حرام حرام حياته سوداء، يعني حياته سوداء. بلشوا تخوفوني، تكونوا شوي روقوا على وضعكم، اطلعوا من الاسود، بنلبس الاسود باماكن معينه بس من قبل الضوء. يا فتاح يا رزاق يا كريم، ليش على الترويقه؟ سواد بسواد. يعني حبوا الالوان، البسوا الاشياء اللي بتريح النظر. الاسود حلو اغلبيته بالليل، وما تكتروا هالميك اب الاسود اللي بخوف، لانه بتخوفوا العالم وبالاخص الرجال بيكرهوا الميك اب الاول. I love you. Me too. I love you my friend. You love me. We are happy family. Yes. You love me. Yes. على كل حال ثانك يو اكيد على الفاشن كويز، حبيت كثير. عليكم وعليك ان شاء الله يا رب. يا رب. وشيف شادي شيف حرارة ماشي الحال. طعمينة 39 مش هيك متلومة متلومة يعني استنوا ما شفتوا منا اليوم. طعمينة. اوكي بريك 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 موجز، نرجع لكم بعد الموجز.